جوينت او الهنج الفريم الفريم بتاعها تصميم الشوك كانت ليفر والهنج الفريم بتاعها. علشان نتكلم على تصميم الكوربر لازم نعدي على حاجه اسمها الشيب فريكشن فيل نظريه قص الاحتكاك. ايه هو قص الاحتكاك ده؟ قص الاحتكاك ده او الشيب فريكشن فيل دي بتحصل لما يبقى عندنا سطحين من الترسانه، سطح سفلي سطح عليا. السطحين دول في بينهم فاصل سطح او في بينهم سيبريشن كده، وبيحصل شير على المستوى اللي فوق بالنسبه للمستوى اللي تحت. يعني بيحصل شير على سطح، السطح ده قد يكون خشن قد يكون ناعم، بس في سطح من الخرسانه بيحصل عليه شير مباشره فوق، ده بنسميها الشير فريكشن فيل. When two complete surfaces slide against each other هيتزحلقوا على بعض. Shear friction. Horizontal movement دلتا اللي هو الحركة الأفقية دي typically is typically associated with vertical separation delta capital of the two blocks. يعني ايه؟ يعني عندي السطح السفلي ده والسطح العلوي عايزين يتحركوا كده بالنسبة لبعض. الحركة دي علشان تحصل بيصاحبها سيبريشن راس. ليه؟ لأن السطحين دول مش سطحين أملاسين، ده دول سطحين عبارة عن خرسانة، والخرسانة دي فيها أجريت فيها زلط وفيها رمل، فدول سطحين خشنين. علشان يحصل حركة لازم يبعدوا عن بعض شوية، مش هيفضلوا لازقين في بعض. بعدهم عن بعض ده علشان يحصل حركة أفقية لازم تحصل حركة رأسية. الحركة الرأسية دي هيقاومها مجموعة من الكنات اللي أنا بحطها علشان تمنع الانزلاق الكامل بين السطحين دول. لو أنا مش مزررهم في بعض بشوية كنات ومشي هيتحرك على طول، مش حاجة هتوقفه. كويس. Experimental records have indicated that separation is sufficient to cause yield of the stirrups crossing the interface. عملنا اختبارات، الاختبارات دي بينت ان انت علشان يحصل السيبريشن الراسي ده بتتحرك افقي، الكنات دي بيحصل لها ييلد، بتوصل لليلد بتاعها. كويس. The required shear friction area shear friction is calculated from المعادله اهي بقى. الاريا بتاعه البستيل بتاع الشير فريكشن هتساوي ال Q ultimate على F yield على حاجة زائد ال N ultimate على F yield على حاجة تانية. دي جاما بس طبعا في ال PDF اتقلب الشيء كده. دي جاما. كويس. إذا الفاكتور ده اللي هو اسمه ميو، صلحها عندك لو سمحت في الورق ميو. بتصلح. ها؟ عندك معمولة صح؟ ميو جاما. أمال أنا جت مش عارف. المهم الام دي اسمها ميو، والجي دي جاما اس، دي جاما اس. كيو اوتبوت على اف يد على جاما اس مطلوبه في ميو، وميو ده كوفيشنت هيتحدد طبقا لحد السطح دي، زائد ان اوتبوت على اف يد على جاما اس، والان اوتبوت ده اللي هو التنشن اللي موجود هنا. لو التنشن ده كان كومبريشن كنت هقلب الاشاره الزائد دي ناقص. الكومبريشن يلزقهم في بعض فيخلي الحاجه الى كنات للربط اقل، التنشن بيبعدهم عن بعض فهيخلي ان انا محتاج كنات بقى تشيل التنشن زائد تشيل الشير فريكشن. حلو. كويس. الشير فريكشن ده بيتقابلني فين؟ بيتقابلني في مواقف كتيره جدا غير الكورب اللي احنا هنتكلم عليه. لو انا عندي كاميرا حديد وبربطها ببلاطه خرسانه، بعمل هنا شير كونكتور، والشير كونكتور اللي جوه الخرسانه ده لو كان انجلز يبقى جماعه الحديد هيصمموه، لو كان سياه يبقى دي تبعنا احنا، يبقى احنا اللي هنصممه. لو انا عندي كاميرا بيس كاست كوبري كومبوزيت بيم وكومبوزيت بري كاست بيم، بعمل كاميرا واصكه فيها توبنج سلاب عايز اربطهم مع بعض عشان يشتغلوا مع بعض،
عشان ما تفضلش البلاطه الكاميرا طول عمرها شغاله بالقطاع الصغير وفايته البلاطه الكبيره دي تشتغل في سيكشن معاها وتقويها. ها الحمهم في بعض الايه، بلحمهم في بعض الكنات بتتصمم بالشيب فريكشن ثير. النظريه دي لها تطبيقات كتير وهنقابلها كتير حتى بعد كده بنتخرج، هتلاقي الشيب فريكشن دي بتقابلني كل شويه تطلع حته كده. كويس حاجه اقول طيب اي اس اف في المعادله اللي فاتت هي الشيب فريكشن رينفورسمنت، كيو ألتمت انترفيس شير، ان ألتمت تنشن فورس بوزيتيف بيساوي تنشن، اف اي اللي هو الستيل ييلد ستريس جاما اس 1/15%، الميو الميو اللي هو الفاكتور اللي انا بقسم عليه هنا اللي هو الام دي لو تلات دي اقلبها دي الميو، الميو دي بتساوي ايه؟ 1.2 في المونوليتيكالي كاست اليمنتس. يعني لو انت اللي فوق واللي تحت ده مصبوبين مع بعض حته واحده بس في شير على مستوى معين عايز انا الحمهم في بعض فيه، باخد الميو دي ب 1.2. خلي بالك انا باخد 1.2 هنا انا بزود في المقام يبقى ايه كل ده هيجيبني. ها اذا لما يبقى مصبوبين مع بعض بحتاج شير فريكشن رينفورسمنت اقل. ليه؟ لان هم اساسا حته واحده بيساوي بوينت ايه؟ at intentionally roughened construction joint with minimum depth of roughly 5 مللي. اه ايه بقى intentionally roughened؟ انا عارف ان في سطحين هيتحركوا بالنسبه لبعض. يعني انا صبيت واحد وحطيت كنات وبصب الثاني فوق. من مصلحتي ان السطح السفلي ده انعمه اخليه مرايه؟ لا. ولا اخشنه؟ اخليه معرض؟ اخشنه. الكود بقى بيقول لك هتخشنه قد ايه؟ فانت ممكن واحد يقول لك هو كده خشن. واحد يقول لك لا ادي لي خشونه طالع ونازل سم، تلاقي الكود قال لك حددها. قال لك الرفنج ده انتشنال رفنج يعني تخشين متعمد. بجيب انا حاجه زي انت كده وافضل ايه؟ اخبط على السطح ده او اعمل فيه طالع ونازل كده، عمال يقول لك اعمل ريجا، ريجا يعني تعريجه كده. ها؟ طالع ونازل، طالع ونازل ده يزود الاحتكاك. فالكل بيقول لك لو انت عملت intentionally roughened construction joint والعمق بتاع الموجه اللي عندك دي نص سنتي 5 مللي هتاخد الفاكتور ده 0.8. لو انت ما عرفتش تجيب ال 5 مللي دي هتاخد الميو دي بنص for roughened interfaces with depth less than 5 مللي. ها؟ All when concrete is cast against steel. طبعا الستيل مش هعرف اعمل فيه الرفنج ده. الستيل صفه ناعم. ها؟ فهعتمد بس على ان هم بيلزقوا في بعض. كويس. اذا الفاكتور مين ده؟ يا اما 1.2 مونوليتيك، 0.8 intentionally roughening، 0.5 لو الرفنج ده اقل من 5 مللي. هطلع كنات راسيه تتحط من الجزء السفلي للجزء العلوي. طيب لو الكنات دي مايله باخد المركبه الراسيه بتاعتها. في الكنات دي ما قدرتش احطها راسي، احطها على المايل شويه. اه يبقى هاخد المركبه الراسيه بتاعتها. ومعلش بقى انت في المعادله عندك خلي جي دي جاما وخلي الام دي ميو. ها؟ والزاويه الالفا اللي هي الزاويه ما بين الكاده المايله والسطح بتاعي. طبعا لو انت حطيت في المعادله دي الالفا 90 درجه تطلع لك المعادله الاولانيه. وكل ما انت هتنيم الكانه كفاءتها في انها تربط الفؤاد من تحت هتقل لان انت المركبه بتقل. ها؟ طيب هم ليه عاملين المعادله دي؟ علشان ان كيس قابلتك الحاله دي ان انت الكنات اللي محطوطه عشان الشير فريكشن دي مش عموديه على السطح الانترفيس اللي بيحصل عليه الشير، اه تاخد المركبه بتاعتها بالمعادله اللي قدام حضرتك. كويس. هاجي بعد كده بيقول لك بقى الليميتيشن. الكريتيريا اللي احنا عندها قال لك في عندك ليميت ان كيو ارجمنت على الاريا بتاعت الكونكريت بتاعت الانترفيس اقل من او يساوي 0.225 اف سي يو على جاما سي او اقل من 5 ميجا باسكال والاف اي اقل من او يساوي 400. يعني ما تحطش حديد اكتر طبعا 400 ده يعني حديد 4000 ده اعلى حاجه عندنا في السوق تقريبا في 4200 بس في تطبيقات ليميتد قوي بس العادي يا اما 3600 يا اما 4000. كويس.
الكل بيقول لك البعاد الليميتيشنز دي السطح اللي انت بتعمل عليه الانترفيس ده المفروض ان الشير اللي عليه لو قسمته على الاريا بتاعت الانترفيس اقل من 5 ميجا باسكال او 50 كيلو جرام على سنتيمتر مربع. ها خلي بالك بقى انت في الشير دايما عندك ليميت على الاسترس. الليميت بتاع الشير العادي لو انا بصمم قطاع عليه شير بحسب الشير رينفورس لو طلع الشير ستريس اكبر من كام هغير القطاع او كام في رقم 40 كيلو يبقى انت لو تعمل شكل على الشير على القطاع طلع الافريج ستريس كده قبل ما تعمل اللي بتقدر تعمل نفسك ولا حاجه اقسم الشير التيميت على الاريا بتاع القطاع طلع اكتر من 40 او 4 ميجا باسكال ها يبقى خلاص ما تكملش عرض الويب هنا برضو بيقول لك لو طلع شيء اكتر من 50 يبقى انت لازم السيرفس اريا دي تكبرها شويه اذا الكونتاكت اللي انت عامله ده غير كافي ان ينقل باي شير فريكشن ايفن مع التسليك يعني حتى لو انت حطيت كمات والستريس ازيد من 50 مش هينفع يبقى ايه بيقول لك بقى اذا هي فعلا عندما تتحقق الثلاث شروط دول ان الافريج ستريس اقل من 0.5 اف سي على جاما سي اقل من 5 والاف يلد بتاعت الحديد اقل من 400 تمام نقرا كده في الكود بتاعنا انتوا اشتريتوا الكود زي ما قلت لكم ولا لا؟ مين فيكم ما عندوش الكود؟ جاب لي الكود ده مهم جدا يبقى عندك انا يعني عمال انتوا سنراها كود تصميم المنشآت الخرسانيه هم اللي قلنا مش هنجيبه عشان وكود التفاصيل الانشائيه الحاجتين دول مهمين جدا والحاجتين دول قد تكون طوق نجاه ليك من مشكله تحصل تلاقي بند في الكود يطلعك منها كده زي الشعر المعجين وقد يكون سيف على رقبتك يكون انت عامل حاجه يجي واحد يقول لك الكل اهو انت الاستريس اكتر من 40 وانت عندك 45 بس ساعتها قررت تاخد منك كده زي الباشا خدت بالك تعالى اطلع يا ابني انتوا ليه مش بتشتروها كود غالي؟ مستنيين الجديد لو في جديد هينزل احنا هنجيب لا في جديد مش جديد مش عارف الدرجه لازم يبقى عندي الكود على العموم الصفحه دي اللي هي صفحه اسمها قصه المعادله هي المعادله بتاعتنا خلاص 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 مش اول ما نقول لكم كلمه فرصه المعادله دي بتاع قص الاحتكاك هي شيل فريكشن بتساوي كيو ار على كيو اف يد على جامع اس زائد ام ار على اف يد على جامع اس دايما نفتكر ان الام ار بتدي تنشن لو كانت كومبريشن هتساعدك ها بس خلي بالك من حاجه هتساعدك لو كان الكومبريشن ده بيرمننت كومبريشن يعني ايه؟ ما تبقاش في كيس اللايف لود بيدي لك كومبريشن او انت تقول بس ده انا ممكن النيجاتيف ده يلغي البوزيتيف ده ما احتاجش شيل فريكشن بس افرض باللايف لود بقى راحش ما جاش هتعمل ايه؟ ها؟ اذا لازم لو انت هتحط الكومبريشن ده تبقى عارف ان هما دايما موجود لكن ما احطش كومبريشن في كيس اوف لودنج يبقى في كيس ثانيه الكومبريشن ده مش موجود طب هو انت مش هتحط بقى كانات طب بص تلاقي ان الشيك فريكشن يطلع ان سيف كويس ودي المعادله اللي هي لما يبقى فيه زاويه مين ودي بقى الرابعه 0.2 وال0.5 بتاعتنا ها والاكيشنز اللي احنا اتكلمنا عليها بعد كده نتكلم بقى هستخدمها انا في ايه بقى في الكوربل ايه هو الكوربل الاول؟ الكوربل هو عبارة عن شورت كالتليفر زي ده بنسميه كورب أو بنسميه شورت كالتليفر شورت كالتليفرز are typically encountered in industrial buildings to carry train track girders يعني أنا عندي كرين منزل الكرين ده بيبقى له عجل يتحرك عليه بياخد المصنع من أوله لآخره وفي سبي كار بتتحرك بالعرض فلما يبقى ده بيتحرك عمودي على الورقة من اول المقطع لاخره والعربيه دي بتتحرك افقيا من الجنب ده للجنب ده اذا انت تقدر تشيل حاجه عند اي نقطه جوه المبنى بتاعك. العجله بتاعت الكري
الكتيل دي عايزه تتحط على حاجه تجري عليها، بتتحط على ايه العجله دي؟ بعمل لها قطاع كده شبه بالظبط القطاع بتاع قضيب القطر، والعجله دي بيبقى لها شفه يمين وشفه شمال تركب على القطاع ده بحيث انها ما تخرجش. حلو. هتقول طيب loads applied to shock lever are shear force Q output and the lateral shock force N output. اللاترال شوك دي غالبا بناخدها 10% من الراس، لان طبعا العربيه وهي بتتحرك تلاقي خبطه يمين او تخبط شمال فبتعمل تنشن على الحته او السطح العلوي للشورت كانتليفر ده، يعني بتبني تنشن. كويس. هنديله طيب التصميم بقى بتاع شورت كانتليفر هنعمل ايه فيه؟ ده شكل الحديد بتاع شورت كانتليفر. حديد الشورت كانتليفر ده غير الحديد بتاع الكانتليفر العادي. ليه؟ حديد الكانتليفر العادي كنت بمد مره ونص بس، حديد الشورت كانتليفر مش هقدر اعمل كده لان مفيش ضغط وحاجه، فانا هروح جاي من النقطه دي هروح واخد طول كده اسمه ال دي، والال دي ده اللي هو الديفلوبمنت لينث بتاع الحديد. مين يقدر يعرف الفرق بين الانكرج لينث والديفلوبمنت لينك؟ ايه الفرق بينهم؟ الديفلوبمنت لينك لازم من الماكسيمم مومنت، لكن الثاني لما يوقف المومنت. اهو الافريج لينك اللي هو الطول اللي ما فيه بعد ما ابقى مش محتاج الحديد، المومنت بقى بصفر اروح واخد انكرج. الديفلوبمنت بقى اللي هو الطول اللازم علشان اطلع اليلد بتاع السيخ ده عشان يتكسر في اليلد مش يتزحلق في الخصام. الاس ال دي بتاعه، علشان كده احنا لما كنا بنعمل المومنت اوف ريزيستنس زمان كنا بنيجي نقول من نهايه المومنت اقيس ال انكرج، ومن الماكسيموم مومنت اقيس ال دي واخد الكبيره فيهم. تمام. كويس. هنا انا باجي من على الوش ده اللي هو من اول ما السيخ اللي فوق ده اللي شايل التنشن ده اتدفن جوه الخرسانه رحت واخد ال دي. هقول طيب انا لو انا عندي الفورس اللي هي الفيرتيكال فورس دي بتاثر على مسافه ايه من وش العمود، والنورمال فورس دي او التنشن ان ارض دي بياثر على الارتفاع دلتا ده من السطح العلوي للسيف او من السطح العلوي للكانتيليفر. انا عايز اجيب التنشن اللي هنا، هاجي اقول ايه؟ طيب شورت كانتيليفر انفورسمنت دو ذا فولوينج توب ستيل فلكشنال انفورسمنت اي اس اللي هو الحديد الستيل الاسود ده، هوريزونتال ستيرابس اي اتش اللي هو الحديد الافقي الاحمر، فيرتيكال ستيرابس اي اس تي ستيرابس رأسيه. إذا تسليح الشورت كانتليفر ثلاث حاجات، حديد أساسي رئيسي فوق شايل المومنت الماكسيمم اللي جاي على وش العمود، حديد أفقي شغال بالشير فريكشن هو اللي بيمنع إن الكانتليفر ده ينفصل على السطح الوش الداخلي للعمود ده بيتزحلق يمشي تحت، حديد رأسي تسليح رأسي أفقي رأسي ستيربس بيسلح الكانتليفر ده في الاتجاه الرأسي. كويس. اول حاجه كالكوليت بيندنج مومنت ات ذا فيس اوف ذا سبورت اس فولوز، هيبقى كيو ارجمنت في A زائد ان ارجمنت في T ماينس الدلتا في ماينس ماينس الدلتا. التي اللي هو الطول من تحت لغايه فوق، خلي بالك الشورت كانتليفر ده يا اما بعمله تينكر كده يا ممكن اعمله مستطيل. الدلتا بتاعي عند النهايه هنا اسمه تي. هقول التي ناقص الدي قدامي حته الكفر دي زائد الدلتا قدامي الحته دي. اذا انا باخد التنشن ده بضربه في المسافه بين كويس، يبقى ده اسمه ان ارجمنت هتساوي كيو ارجمنت في الايه اللي هي الفورس دي في مسافتها زائد الان ده في المسافه دي اللي بتديني شويه عزوم. طب فين الدايركت تنشن بقى اللي جاي هنا؟ انا كده نقلت الفورس دي من المنسوب ده لمنسوب السيخ اللي تحت. ركز معايا الحته دي مهمه وبتلخبط. انا عندي تنشن فورس مترحله شويه عايز انقلها عند منسوب السيخ.
هضربها في ايه؟ هضربها في ارتفاع دلتا ده اللي هو البيرنج اللي محطوطه هنا زائد الشطر.